حصلت لنا البركه يا معالي الوزير. الله يبارك فيك. والله العظيم الواحد ما عارف من غيرك كان هيعمل ايه. يا سيدي ما تقولش كده. المهم الفتره دي اهم من فتره العلاج، خد بالك من نفسك. طبعا طبعا يا باشا، اتفضل انت روح لماجد بيه وانا هحصلك. شكرا. يا سيد. ايوه حاج. مع الباشا على فوق. تحت امرك يا حاج. ماجد بيه. ماشي يا حاج. حصلت لنا البركه يا باشا. الله يبارك في عمرك يا اهلا وسهلا. يا حاج فتحي. ايوه يا حاج. والله انت ما تعرف الراجل ده عمل معايا ايه في امريكا. عمايل يا احمد ما عملهاش اخ مع اخوه. يا سيدي جزاه الله خيرا يا حاج. انا كنت عايزك شويه. خير يا حاج احمد. احنا اخوات مش كده؟ طبعا. وهي دي عايزه كلام؟ وربنا يديم المعروف. يا رب يا رب. بس هو الحقيقه في شروط كتير قوي يا حاج فتحي عشان المعروف ده يدوم، خصوصا ما بين الشركاء والاخوات. انت عايز تقول ايه يا احمد؟ عايز اقول يا حاج ان الشروط دي للاسف مش متوفره بيني وبينك عشان المعروف ده يدوم. اللي فيه طبع عمره ما بيتغير. بقى انا ما صدقت اللي انا فوقت ورجعت اركز تاني، جاي انت تشتتني وتدخلني في وزيرك اللي ملهاش حلول. لا اله الا الله، ابدا والله. يا ريتها فوازير يا حاج، هيبقى لها حلول. أنا مش عايز أشتتك، ده أنا مستني اللحظة اللي تفوق فيها عشان أكلمك عشان تعرف تسمعني. يا نهار أسود، يبقى البورصة، البورصة حصل فيها حاجة يا أحمد؟ أبدًا يا حاج، سبحان الله البورصة زي الفل، يا أخي اضرب في أربعة وده اللي مخوفني. اللهم صل على النبي، دي حاجة تخوف، دي حاجة تفرح، لا ما تخافش وجمد قلبك. طب يا حاج، بيقولوا إن الواحد بيتعرف من بيته اولا ثم من اصحابه. انا وانت بقى حاج نتعرف من شغلنا. مفيش اي هزار ممكن يحصل في الشغل يا حاج او يتقال عليه، خصوصا فيما يتعلق بالدين. الدين يا حاج الحاجه اللي احنا متعلقين فيها. وبقول لك للمره الالف، اي تشكيك في ديننا اعتبرنا انتهينا. والعياذ بالله، لا كله الا كده الا الدين يا احمد. الله اكبر الله أكبر. أنا مبسوط قوي إنك اتحمقت عشان دينك. ودينك بيقول لك خد بالك من بيتك. بيتي؟ وماله بيتي يا حاج؟ الفترة يا حاج اللي أنت غبت فيها كانت فترة طويلة قوي. ناس كتير جم سألوا عليك، واللي كانت بترد سؤالهم بدرية كانت بتسبق أي إجابة باسمك، يعني كانت بتتحامى فيه، بتقف وراه، ويا ريتها صينة. تاني يا أحمد؟ تاني؟ قصدك ايه؟ قصدي يا حاج ان صورة راجل مؤمن زيك ما ينفعش تنقلها عنه واحدة ست. انا روحي بقت في مناخيري، هات من الاخر يا احمد. حاضر يا حاج، حاضر 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 يا حاج. اهدى، ابوس ايدك. قبل ما انا اتكلم وقبل ما انت تعمل اي حاجة، انا عايزك تعرف ان انا خايف على بيننا فتحي، خايف على الاخوة، قبل ما اكون خايف على شغل ولا مصلحة ولا فلوس. صدقني الصور لو نزل منها صورة واحدة بس في أي جريدة، قول علينا وعلى شغلنا وعلى اللي بينا كله. الرحمن الرحيم. صور ايه دي يا احمد؟ افتحها وانت تعرف. Oh!
الواد الزباله ده يشال مرافعه ويترمي بره الشركه دلوقتي حالا. حاضر حاضر يا حاج، والله هنعمل كده. بس ايه ده، هو ما يعرفش ان احنا عارفين حاجه. وهو لو عرف ما هو هيقول لابوه، والمحبه دي كلها تتقلب لعداوه يا حاج، وده مش في مصلحتنا خالص. مصلحتنا مش مصلحتنا، انا ما تفرقش معايا، المهم ارتاح. الواد ده لو ما مشاش من هنا النهارده يا احمد هرتكب جنايه، وبقول لك على حاجه همسحكوا في مصر كلها. خلاص يا حاج خلاص، والله العظيم هنعمل اللي انت عايزه، بس يعني مش بالظبط قوي. يعني ايه مش بالظبط قوي؟ عايز افهم. يعني هنمشيه، بس مش هنمشيه من الشركه كلها، هنمشيه من هنا. هنمشيه ازاي يعني؟ هنقول له ايه يا سيدي؟ هنوديه كيلو 26، هنقول له احنا محتاجين هناك اكتر من هنا، هنجيب خالد ابن اخوك يقعد معانا وعايزينه في وسطينا. ايه؟ ماشي ماشي، اعملوا اللي انتوا عايزينه، المهم ما اشوفش خليته تاني في الشركه. حاضر يا حاج ماشي. طيب اهدى بقى، الله يبارك لك، عشان في ناس مهمه جايه، وده ميعاد مهم لمستقبلنا كله. ميعاد ايه يا احمد دلوقتي؟ شايفني فاضل مواعيد ولا فايق لي مواعيد؟ لا ده ميعاد مهم قوي، ده محافظ القاهره ومحافظ الجيزه ورئيس هيئه النقل العام. والنبي لما يبقى رئيس الجمهوريه مش هقابل حد. ما ينفعش يا حاج، لا اله الا الله، الناس عارفه انك موجود، وبعدين انت رئيس مجلس الاداره ما ينفعش تعتذر. ايه يا حاج الكلام ده؟ احنا ما صدقنا يا اخي. في ايه يا ابني؟ في ايه؟ ده دواء الدكتور كاتبهولي، واخده عشان اهدى لساعه اللزوم. ايه بقى لزومه دلوقتي ان شاء الله؟ انت يا ابني مش بتقولي في ميعاد مهم؟ مهم جدا. طب خلاص هاتولي الورق والملف. اهو الملف قدامك على المكتب اهو. طب خلاص سيبهولي، روح خلص الموضوع الواد ده. حاضر يا حاج انا هخلصه. خلاص روح من قدامي دلوقتي انت اهو. حاضر يا حاج. حاضر يا حاج. لا اله الا الله. يا ابن الكلب. يا استاذ ثعلب، اللي بيني وبين فتحي مش طلاق ولوازمه وبس، ده في شراكه وفي حاجات كتير قوي لازم تتفض. وهي الحاجات دي ما تتفضش بعيد عن المحاكم. هرد عليك الرد اللي سي فتحي نفسه معلمهولي، ما تدخلش زيت في عبيد، وكل حاجه اتعملت عشان حاجه، واظن ان المحاكم اتعملت مخصوص عشان فض الخلافات. ده في حاله ان كل الابواب اللي بينك وبين الخصم مقفوله. بالضبط، والمفتاح وحياتك. ما تنسيش يا هانم ان المحاكم حبالها طويل. وانا حبالي اطول، وانا لسه صغيره وفي عز شبابي، الدور والباقي على اللي يعني ما عندوش حاجه واحده بتقول انه لسه عايش على وش الدنيا، ودماغه من كتر البرشام اتلحست. ايا كان كلامك يا هانم على عيني وعلى راسي، بس انا مش شايف غير حل واحد بس. على فكرة الحل ده مش لمصلحة فتحي وبس، لا لمصلحتك انت كمان. والله لو هتقول حاجة فيها مصلحة ليا قولها. المواجهة. انا وفتحي ما يلزمنيش. وما يلزمكيش ليه؟ انا عارف ان انت ست شاطرة وبتعملي حساب لكل خطوة تخطيها. انا لما قررت افكر بدماغك انت ما لقيتش غير الحل ده، المواجهة. انا افكر كده؟ ما تفكريش كده ليه؟ وانا مش محامي الخصم، لكن بفكر في مكاسبك انت. مش فاهمة. تقدري تقولي لي ايه المكاسب اللي هتقعد عليه من الحل الودي؟ ما يتفضحش في المحاكم، حساباته تتكشف والجرايد تكمل عليه. كل الكلام ده ما يفرقش مع فتحي. فتحي مش فارق معاه غير حاجه واحده بس، انت يا بدريه هانم. صدقيني هو ده اللي انا حسيته. الاحساس مش هيغير اي حاجه، وبرضه هعمل اللي في دماغي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا. ولا لا كده يا استاذ وحيد. اهدى يا بدريه هانم، خلينا نتفاهم. طب رد السلام بتاع ربنا. ايوه. حطيت دماغك اللي توزن بلد على دماغه المتكلفه، واتفقتوا انتوا الاثنين عليا. انا ماشيه. استني يا بدريه، انا عارف. انت عارفه ان انا لا بيهمني لا بوليس ولا محاكم. ياه ده انت جامد قوي بقى على كده. طول عمري يا بدريه الا معاكي. يا عيني، معلش انا بقى ست غلبانه ومسكينه ومكسوره الجناح ومش هقدر عليك لوحدي، فقلت روح المحاكم عشان يبقوا سندي وظهري. الفضيحة مش هتطلني لوحدي، هتطل عيالك كمان. ما هم عيالك زي ما هم عيالي. يعني بدل ما يورثونا انا وانتي، ويورثوا سيرة حلوة، يورثوا فضايح وسيرة زي الزفت. والنبي يا اخويا روح اضحك بالكلام ده على واحدة غيري. يعني هو ده اللي مضايق؟ واحدة تانية مش ضايق انك ما حفظتيش عليا ولا صمتنيش؟ بلا صمت بلا حافظ. انت الظاهر مخك اضيق قوي، نسيت مين هي بدريه. انا يا حبيبي مفيش ست في مصر تهز شعره من شعر راسي، وبما ان الكلام دخل في الخيابه يبقى قلته احسن. استنى يا بدريه، انا مخلصتش كلامي عادي. وهو كلامك ده يا عينيا طالب معاه صوت عالي؟ بدريه يا نعم. عاوز ايه؟ امريني. انا مش عاوزه حاجه يا حبيبي،
مش انا اللي جبت المحامي وخليته يلف ويدور عليا، ومش انا اللي طالبه القعده دي. يعني انت اللي عاوز مش انا اللي عاوزه. انا عايز نرجع لبعض. قلت ايه؟ هقول ايه؟ عايزني اقول ايه؟ اللي انت عايزاه بدري. اطلبي اي حاجه حتى لو عينيا. اللي انت بتقوله ده يا فتحي بعيد عن دقنك. بدري انا بحب. طب ما انا عارفه. تقومي تعملي فيها كده؟ وهو انا لسه عملت حاجه؟ اعملي اللي انت عايزاه. اطلبي اي حاجه يا بدريه ولا تحت امي. انا مش عاوزه منك حاجه يا فتحي غير حقي، وحقي ده مالكش مكان فيه. مش طايقاك، مش عاوزاك. بس انا عايز. وانا مش عاوزاك يا اخي. الله، اقولها لك بالصوت الحياني. وبعدين في ايه؟ مش يمكن اكون على ذمه واحد تاني؟ لا انا عارف ان انت مش على ذمه حد تاني. يا اخي سيبني في حالي بقى. انت ما بتسمعش ولا ما بتفهمش؟ انا بحبك يا بدري. والله ما عايز. ايه ده يا فتحي؟ بقول لك ايه ده يا فتحي؟ خليكي في حالك. ما هو طول ما انت جوزي يبقى حالك هو حالي. ايش مين انت؟ ودخلتي هنا ازاي؟ بس يا بت ما تقول لها يا فتحة انا بقى مين؟ بدري مراتي هم عيالي. عاوزني يا فتحي؟ عايزك قوي. طلق البت دي. انت طالق بالتلاتة. انت طالق بالتلاتة. بتحبني يا فتحي؟ بعشقك. يبقى ترمي البت دي بره باللي عليها. ترمي مين بره؟ انت بره. ايه فتحي؟ بره. انت جننت يا فتحي ولا ايه؟ بره. اتجننت؟ انت مش شايف ايه؟ يا مجنونه. نورت بيك يا بدانه.